والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو الأخبار؟ معكم زياد من قناة شيشكو. طبعا اليوم جايب لكم مقطع موقع النبتة الثانية. طبعا إن شاء الله راح تكون سلسلة، أنا في راح يكون في فيديو أول مش حاكي في هذا الكلام، راح تكون في سلسلة وشوفوا أنا بدي أحدد للنبتة الثانية. طبعا في عنا 27 نبتة كل يوم بيومها، يعني بعنا 27 مقطع وكل واحدة بيوم. تمام اتوجه محل ما أنا بدي أروح وراح نلاقي النبتة على الأكيد. طبعا النبتة احتمال كبير تحول لواحد لكلب أكرمكم الله. يعني اليوم شو اسمه راح شخصية تتحول لكلب، وهي النبتة زي ما انتم شايفين قدامكم نقبس سام يمين. هاي نقبس سام يمين الله، وهي موكل وهسه راح يتحول. طيب يا جماعة الخير، قبل يعني قبل ما نحكي كمان تنسوا تحطوا اللايك وتشتركوا، لا تنسوا تشتركوا واكتبوا تعليقات قد ما بتكتبوا، وانزل صلوا على النبي يا اخوان اللهم صل على سيدنا محمد. اكتبوا ليش تأجر على تحت زي ما انتم شايفين هيتحولنا. I used to be a man and now I'm a ثانيات ويلا مع السلامة.